كنبغيو نشكروا جريده اخبار الفجر المغربيه على التغطيه ديالها لهذا المعسكر التدريبي ديال المنتخب الوطني الجامعي للفوتسال. كيف ما كنبغيوش ننساو الناس اللي ساندونا واللي وفروا لنا جميع الظروف في مدينه القنيطره، على راسهم رؤساء الفرق والسيد رئيس فريق نادي التحدي اللي وفر لنا بكل صراحه جميع الظروف اللوجستيكيه والتقنيه. كما كنشكروا جميع بنو طوفيل اللي وفرت لنا حتى هي جميع الظروف باش يمر هذا التربص هذا في اجواء جيده. كنبغي نشير بان البطوله غادي تكون ان شاء الله 23 حتى 31 جانفير 2022 دوله الامارات، وكنطمحوا ان شاء الله باننا نديروا نتيجه ايجابيه في البطوله العربيه. هذا التربص الثاني ديالنا هنا ديال المنتخب في القنيطره، سبق واحد التربص الاول كان في المدينه الجديده. ان شاء الله احنا عندنا في الاسبوع الاخير ديال دي جانفير عندنا بطوله عربيه اللي غتكون ان شاء الله في الامارات. كنتمنوا نحققوا شي نتيجه، ولهذا احنا حضرنا هنا القنيطره باش نوقفوا على واحد الجاهزيه ديال اللاعبين ديالنا اللي اخترناهم بعنايه، الجاهزيه التقنيه، الجاهزيه البدنيه. ما نهضرش على البدنيه كيخدموا مع الانديه ديالهم، اغلبيه اللاعبين كينتميوا للفرق ديال الصفوه وبعض منهم كيلعبوا حتى مع المنتخب الوطني. كنبغي بهذه المناسبه نشكر الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه الجامعيه اللي وفرتنا واحد المجموعه ديال الظروف باش نمثلوا البلاد ديالنا في هذا الملتقى ان شاء الله. وكذلك ما تفوتنيش الفرصه انني نشكر رئيس نادي التحدي هنا بالقنيطره اللي وفرنا واحد المجموعه ديال المسائل اللوجستيكيه، جابنا الفرقه ديال اللعب معاهم والملعب الى اخره. كنتمنوا التوفيق وكنتمنوا نمثلوا البلاد احسن تمثيل ان شاء الله.